قيم نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورا وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا. نعم نعم بالطبع، سأرسل لك البريد الإلكتروني فورا. لماذا لا تعمل في غرفتك يا بني؟ إنه عمل أنجزته بالفعل من قبل، ولكني نسيت إرساله. حتى ينتهي الجهاز من تحميل المرفقات سأتوضأ لأكون مستعدا للصلاة. وأنا أيضا، هيا بنا. جهاز أبي، كثيراً ما تمنيت أن أجرب هذا الجهاز، ولكن أبي كان يمنعني دائماً. إنها فرصة الذهبية. أوه، لقد جاء أبي. يجب أن أغلق المتصفح حالاً. رأيتك يا نورة، ألم أمنعك من قبل وأحذرك من... ما هذا؟ هل أغلقت المتصفح؟ أنا... إنني يا أبي... لم أفعل... أنا... هل حدث ما أتوقعه؟ نعم يا أبي، سيلقنك والدك الآن درساً مهماً. هل سيعاقبني؟ بل سيشرح لك معنى قوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لقد أخطأت خطأ كبيرا يا نورة، وقد أفسدت عملي، ولكن كما قال جدك سأكتم غضبي وأتحكم فيه. ورغم أني أمتلك الحق في عقابك وأمتلك القدرة أيضا على ذلك، إلا أنني سأعفو عنك حتى أكون من المحسنين الذين يحبهم الله. هل تعلمت الدرس يا صغيرتي؟ نعم، آسف يا أبي لأنني أفسدت لك عملك، ولن أكررها ثانية، أعدك. وأيديني أنا أيضا أن تفعلي كما فعل والدك، كوني كاظمة للغيظ وإن كنت تمتلكين القدرة على العقاب، فلتكوني عفوة عمن أساء إليك. أتدرين لماذا؟ نعم، لأن الله يحب المحسنين. أحسنتي يا صغيرتي، أحسنتي.